نرحب بضيف الأستاذ شربي الغريب، رئيس جمعية ثقافة الكتاب، ليحكي لنا أكثر عن الجمعية وعن أهداف الجمعية وعن النشاطات اللي عم بيقوم فيها، وكمان بده يحكينا عن التجارة الإلكترونية. بونجور أستاذ شربي، كيفك؟ شباب، مشي الحال؟ انت نعم، طمنا عني. نحن طبعا منحب نشكر نحن الله. بجمعية ثقافة الكتاب بنرجع بنكرر انه نعم نحن خلال الصيفية بنفرق كتب بالمجان لكل الاشخاص يلي ولادهم بالمدارس، بهمنا انه يجوا. طبعا يعني الكتب مش انه 2024، لان اكثريتهم عم يبعثوا لنا انه نحن عم بيكون عندنا يعني من 2022 21 19، هيدول هن الاشياء اللي بدنا نقولها. وبعدين عم نجرب كمان نحضر شيء للقرطاسية، نعم شو فينا نعمل شيء بالقرطاسية تنساعد. نحن هدفنا انه نساعد. وبعدنا كمان بالبوك سيل تبعنا يلي هو من كمان كتب قصص للكبار للصغار، قصص من كل الانواع. نعم مثل ما قربنا هلا على السنة الدراسية، شو رح تعمل للتلاميذ؟ هلا انا بعدني عم فرق كتب للمدرسة، وعم نحضر انه نجيب لهم قرطاسية، وعم نحضر انه نفتح شيء تعليم الفرنسية ام اللغات، نعم ومساعدتهم بدروسهم. يعني نحن مركزنا بالاشرفية تحت نعم كنيسة سيدة الدخول بيتها شارع السيدة، وكل شيء شو فينا نساعد ضمن انه ما حدا يترك مدرسته. يعني كل واحد في عنده صعوبات نقدر نحل له الصعوبات نعم تبعه له في من خلال نشاطاتنا الفكرية والثقافية اللي بتكون هي لفتح أبواب النجاح للتلاميذ. نعم شو هدف جمعيتك؟ هدف جمعيتي انه ما حدا يترك مدرسته والعالم تكون كلها مثقفة، لان نحن عندنا ثقافة هي حب، ثقافة هي تقدم للبشر. ثقافة من وراء الثقافة سيدة بتصير تتعلم تحكي مع العالم. نعم ثقافة وقراءة الكتاب بتطور لك حديثك، بتطور لك مهاراتك الفكرية. وأهم شيء الواحد يقرأ شو ما كان، ما يترك ولا وقت ليبر شو ما كان عم يعمل، وين ما قعد يضله يمرق نص ساعة قراءة ليطور عضلات عقله، لأنه العقل البشري بحاجة إلى قراءة. نعم نحن هلأ صرنا بعصر السوشيال ميديا، شو أهم شيء بالتجارة الإلكترونية؟ التجارة الإلكترونية هي باب، ما في الواحد، نحن وصلنا إلى مرحلة إنه الواحد ما في يقلك أنا تاجر إذا ما عنده صفحة على الويب، على الشبكة العالمية نعم يعني www. وبهم إنه الواحد أهم شيء يكون عنده مثل ويب سايت. نعم وبعدين كتير في محلات بيجيت صاروا متخصصين بفيسبوك وإنستغرام للتجارة. هلا قبل كان الواحد اجباري يكون عنده ويب سايت، وحاليا تا الواحد يكون اكثر كريديبيليتي يعني مصداق بالنسبه للعالم، لازم كمان يعمل فلومه لإله ويعرف العالم عن تجارته شو هي، نعم يعرف عالم عن البروتكت تبعوله، ويكون عنده صفحات يدلوا يعني اجباري يكون ينزل فيديوهات وصور. هلا نحن بعصر الميديا اللي هو فيديو وصور عن شغله. نعم شو هن المحاور الأساسية كأونلاين؟ يعني مثل اهم شيء الواحد الاس اي او تبعه سيرش انجن اوبتمايزنج، نعم يعني يعرف ينقي الكلمات اللي هي بتساعده انه اذا واحد عم يعمل بحث عن شيء معين دغري يوصل له ويطلعوا بالبيج الاول. يعني والسيرش انجن اوبتمايزنج في محلات في اللي يعمل لها جنريتنج حسب نعم البروتكت اللي عنده، ويعطيه كل الهاشتاجات اللي بيقدر اذا واحد عمل سيرش على هالهاشتاجات يقدر يوصل له للشخص اللي عم بيبيع البرودكت تبعه له. نعم فيك تخبرنا أكثر عن الواتساب بزنس؟ الواتساب بزنس هي لميتا. ميتا عندها الواتساب وعندها فيسبوك وعندها انستغرام. انستغرام والواتساب بزنس هو كتير يعني هو شيء جديد بعالم التطور. نعم يعني الواتساب بزنس عملتها ميتا كرمال تربط الفيسبوك والانستغرام عبر واتساب. يعني اذا واحد عنده واتساب في يعمل له تشانل، في ينظم بزنس تبعه، في يظبط الايتم تبعه، اجباري يكون عنده واتساب بزنس تيهين عليه ينتشر اكثر. نعم يعني اذا واحد عم حدا بعث له
صوره في دغري يعمل لها شيرينج على الانستغرام وعلى على الفيسبوك عبر واتساب بزنس، حتى الفيديوهات. يعني اذا واحد كمان عنده برودكت بده يبيعهم فيه ينشرهم ويحطهم على الواتساب بزنس، يعني كل الانواع البرودكت يلي عنده اياهم مع اسعارهم مع كل شيء، هيك بصير الواحد اهين عليه بدل ما يفوت على على الانستا. الانستا وفيسبوك بصير دغري يشوفه. بس هذا ما بيمنع انه يكون عنده صفحات، نعم لانه يعني في اشخاص بيفوتوا على الفيسبوك، اللي بيفوتوا على انستا ما بيفوتوا على الفيسبوك، حسب الواحد وين اكثر شيء ميوله. وانا بقول لك في عصر التطور هيدا، يعني عصر هو عصر تيك توك، نعم يعني تيك توك هو اهم شيء حاليا. يعني وقتها اجى تيك توك سالوا فيلسوف امريكاني قال له نحن حاليا بعصر اسمه تيك توك اللي هو غير كل السوشيال ميديا. نعم شو هي أفضل استراتيجيات التسويق الرقمي؟ افضل استراتيجيات التسويق الرقمي انه الواحد يكون عنده ماركتينج قوي، يعني نعم يجيب الشخص الماركتينج، يكون عنده ماركتينج ويكون عنده يعرف البرودكت اللي هي، يعني يعمل دراسة للبرودكت والبرودكت اللي عنده. يعني طب كيف بدي أقوي مبيعاتي يعني يعني؟ دائما بدك تفكري انه الماركتينج هو مثل السهم، أوكي دائما بده يحط براس السهم احسن البرودكت اللي عنده تيقدر يغزي فيه العالم، يعني تيقدر يوصل لأكبر يوصل عدد. لاكثر عدد. فهون بده يشوف هو البرودكت اللي عنده اي احسن شيء بيقدر ما حدا ينافسه فيه. أوكي بس فهون كيف بس أنا بدي أول بزنس تبعولي وأول المبيعات تبعولي كمان؟ دايما بده يكون عندك انت الك ثقه بالبرودكت تبعولك، وتعرفي انه البرودكت اللي عندك اياهم انت ما حدا عنده اياهم غيرك، وبتعرفي انه الشخص اللي بده يشتري، يعني بدك تقولي انه البرودكت هي كنايه عن الواحد حسب بحاجته لإلك. يعني انت بدك تشوفي شو اكثر شيء هالشخص بحاجه لإله، بتعرفي تحطي له انت اذا هيدا البرودكت الشخص بحاجه لإله اكثر شيء بتحطيها فيرست كلاس وبترجع بتنزل. لكن اول فيرست كلاس هو البرودكت اللي انت بتقدر تنافسي فيه. يعني شو هي البرودكت اللي بتنافسي فيه اللي هو الشخص بحاجه لإله، مثل المي، مثل شيء بتحسي انه هو اكثر بحاجه لهالشيء، يعني تقدر طيب بس تنافسي فيه. عم بيكون عندنا كذا بيجز وبهالكذا بيجز كمان عم بيكون نفس البرودكت، كيف بدنا ننافس؟ لا كيف فيك ترجع تعدي لي بس سؤال؟ يعني بكذا بيجز مثلا ديزون عندنا محل تليفونات، في عدة محلات تليفونات كمان عندهم بيجز وعم بيسوقوا لنفس التليفون، كيف بده اوكي يكون في بده فرق؟ يكون بده في فرق هون، بده يكون يشوف السعر تبعه، بده ينافس يا يعني بالسعر اذا عنده اثنيناتهم ذات الشيء، بالتوصيل تبعه اذا بدنا ننافس بالتجاره الالكترونيه يكون الكريديبيليتي، اذا شخص من اذا محل بعيد يوصل له اياه بطريقه مرتبه بطريقه منيحه ويكون له ثقه فيه. يعني الشخص يحكي في فيديو كول بيقدر يحكوا ويشوفوا بعضهم نعم وينفذوا هالشيء يكون بطريقه مرتبه بهال طريقة المعاملة تبعيته كيف بدها تكون مع الشخص. إذا اثنيناتهم مثل بعض يعني أكثر شيء بينافس هو السعر نعم وطريقة المعاملة شو بيطلع لهم مع شيء. يعني الواحد بده يدله متقدم عن غيره حسب شو بيطلع له أكثر، إذا أكثر ما يشتري من عند الشخص الثاني هيدا اللي بدنا ننافس فيه. يعني إذا اثنيناتهم ذات البرودكت. نعم شو يعني تحليل البيانات؟ تحليل البيانات ها بن دايما في ستاتستيك، دايما نحن بدنا نشوف عندنا نحن اي متى عم نبيع اكثر شيء، يا اما اذا كنا عم نرسم الستاتستيك تبعولنا مين عم بيشوفنا اي ساعه اي نهار اي نعم كذا، نعرف حتى البرودكت بهالساعه اللي عم نشوف فيها اكثر شيء نعرف ننزل هالبرودكت، انه الطريقه تقدر توصل، يعني المظله تكون على اكبر عدد ممكن من العالم. يمكن العالم وقتها بترتاح الساعه 2 بتشوفي اكثر عالم ترتاح الساعه 4 بس تقل الشغله، بتفوت على تيك توك دغري بتعمل لي ام على اكس ويب سايت كرمال تشوف شو في اشياء جديده. فنحن نراقب نضلنا راقبين، يعني نضلنا راقبين هالستاتستيك تبعولنا لنعرف نحن ساعه اللي بدنا نحط البرودكت تبعنا اي ساعه باي نعم نهار باي كذا، كل شيء ببين قدامنا عبر تحليل البيانات وكيف فينا نطور حالنا. يعني وفي من بعد التحليل البيانات يعني في كتير اشياء حتى غير هيدي في البوست كمان هي البوست بنخليها لامين ما كان بيعمل بوست، بدنا نشوف نحن اكثر شيء هل من دون ما نعمل بوست اول شيء بدنا نقوي قدرتنا، لامين ما كان بيعمل بوست قبل ما نعمل بوست نحن بدنا نقوي حالنا نعرف لوين عم نوصل، وبعدين البوست بصير هين انه الواحد يعمل بوست لشغله. بس اهم شيء بالفيديو يكون شيء مرتب،
تكون الصورة مرتبة، واضحة. تكون الصوت واضح، فالواحد يقدر ينبسط أكثر ويكون في كريديبيليتي مصداقية، يعني يكونوا الفيدباك تبعك، يعني إذا حدا حكي عنك يحكي عنك بالمنيح ويشوفوا أنت شو عم بتقدمي مع نعم، شو أهمية تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بالتجارة الإلكترونية؟ الذكاء الاصطناعي. هون بصير إذا واحد حط كلمة بصير أنت رح أعطيك الذكاء الاصطناعي، كتير مهم صار بالتجارة الإلكترونية وبغير التجارة نعم الإلكترونية. الذكاء الاصطناعي إذا أول ما طلع الذكاء الاصطناعي سنة 1950 مع تورينج، هن بلشوا بالبحث سنة 1950، بعدين اتطور إلى الشطرنج وقت ربحوا الذكاء الاصطناعي. شو يعني مفهوم الذكاء الاصطناعي؟ نعم هو تقريب الذكاء ذكاء البشري. لا تقريب ذكاء يعني الآلة إلى الذكاء البشري. وقت وصلوا لهالمرحلة هو وقت قدروا ربح الشطرنج الآلي على الشخص اللي بيلعب شطرنج العالمي. فهو من هون بلشت ودائما بالتجارة كيف بيلعب بالذكاء، هو انه الواحد يتعرف على الصوت اللي عم بيحكي، هذا هو الذكاء. وبالتجارة الإلكترونية الذكاء هو بصير بالانت اللي عم تستعمليه، بأي سوشيال ميديا عم تستعمل الذكاء. يعني احسبي اذا عم تستعمليه بتيك توك، اذا حطيتي كلمه وواحد عم بينبش على هالكلمه بصير يطلع له كل الفيديوهات يلي عم بينبش عليهم على هالكلمه، يا يعني مع هالهاشتاج اللي الواحد عم بينبش عليها. نعم، شو أهمية الهاشتاج؟ الهاشتاج هو طريقة التفكير، كيف الواحد بده يحكي كلمة مثل بيقول عم نبش على برودكت اكس، هاشتاج اكس، بصير كل واحد عم ينبش على هالهاشتاج اكس، بصير يفهم هو الكمبيوتر بالذكاء انه هيدا عم ينبش على اكس. شو في فيديوهات فيهم هالهاشتاج اكس كلهم بينزلوا قدامه بالهاشتاج اكس، نعم يعني شو عم بتنبشي هو بيفهم الكمبيوتر من هيدي كلي مودو كلي اللي هي الهاشتاج. هي بلشت بسنة 2000 ما بعرف اي متى، بقى حط الهاشتاج بصير يفهم الكمبيوتر بالذكاء عنده بالداتابيس عشان تبعه نعمل انه سيرش. هالهاشتاج عم بينبش. ودائما مش بس تحط الهاشتاج، بس الواحد يعمل سيرش بصير اذا نبش بفيسبوك يطلع له كمان الهاشتاج يلي عم بينبش عليه هو فيها، يطلع له كل الاشياء يلي هو بفيسبوك بانستغرام على شو عم بينبش، بيطلع له كل انواع الفيديو. طيب امرار بكون انا وياك عم نتسير مثلا وعم نقول بدنا نشتري شوز، فبيطلع لنا على الفيسبوك كل شيء شوز، لا بتصير بلا بتصير تلاقي على البيجز كل شيء شوز. ما بعرف اذا بيسمعنا الفيسبوك او شيء هيك. بعتقد بده يكون في هاشتاج شيء عم، لا ده يسمعنا هيك، لا مش معقول يسمعنا اذا كنا عم نحكي، لانه بالحكي يعني ما في بس شيء هيدي عم بتصير مع كتير عالم. ما ب... انا بعد ما مت... يعني بدي اشوف شو صار قادر اقرب، بس اجمالا على الاكيد بس الواحد بده يكتب نعم على الاكيد، بس انه بده يكون الواحد فيت على كلمة شوز عمل عليها سيرش ليطلع له ليطلع الواحد كلمة نعم. الشوز مثل ما بنعرف حضرتك بتعطي كورسز مظبوط بالذكاء الاصطناعي. مظبوط. أول شيء بدك تخبرنا عن الذكاء الاصطناعي، وتاني شيء بدك تخبرنا عن الكورسز اللي حضرتك بتعطيهم. نحن بلشنا مع جروب يعني نعمل بسنة 2018، جربنا مع مؤسسة نعلم العالم على الذكاء الاصطناعي على الروبو، لأن أنا نحن انتقلنا حاليا من الأوتوماتيكية إلى الأتمتة، يعني شيء نعم أوتوماتيك إلى الأتمتة، صارت الآلة هي بتفكر شو يعني بتكتبي لها شو بدها تعمل دغري بتقوم من محل البشر. وهيك صرنا نعمل نجيب مثل روبو ونعلم الأولاد على البرمجة، بس على برمجة الروبويات، يعني روبو كيف نحط له نعلمهم يعني نعم كيف بيمشوا الروبو عبر سيستم معين وعبر آلات، يعني بدهم نجيب اشياء، يعني نجيب الروبو يعني مثل ماشين انا يركبوها للماشين ويعملوا لها بعدين السوفت وير تبع الماشين ليقدروا يمشوها يعني للماشين. هيدي نعم بلشنا فيها وبعدين وقفنا، يعني الوضع صار كثير تعبان واللي هو شيء بكلف، يعني شيء مكلف بس فسرنا شو يعني ذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي هو ذكاء الماشين وقتها بيوصل لمرحلة الذكاء العادي. هي بلشت قلت لك مع تورينج سنة نعم 1950، هو أول باحث
اول باحث عمل يعني كتب عن هالشيء، وبعدين صاروا العلماء يتطوروا اكثر توصلوا انه عملوا كمبيوتر يلعب شطرنج مع البشر. نعم وقتها قدرت هالآلة تربح البطل العالم من الشطرنج، هون صارت الذكاء الاصطناعي صار كتير مهم. نعم حتى الذكاء الاصطناعي صار يفوت بكل الحروب اللي نحن فيها هلا، هو فيها ذكاء اصطناعي. حتى بالصواريخ في ذكاء اصطناعي، في اي اوبتيك بتقدر تعرف الوجه من هو اللي عم يعني حاليا اللي عم نشوف ده، يعني في ذكاء هو بنفوت له الداتا بيز، بيتالف الذكاء الاصطناعي من عده اشياء، من البرنامج اللي بدنا نستعمله، من الداتا بيز اللي عندنا اياها، مجموعه نعم المعلومات اللي عندنا اياها، ولوين بدنا نوصل. يعني بالاخر شيء بالكونكلوجيون، حاليا بالحروبات اللي نحن عم نشوفها بنشوف انه شيء معين بينطلق من الهدف تبع طياره يا ام كذا، بيتعرف على الوجه، بس يشوف الوجه دائما بيعرف انه هيدا الوجه اللي عنده اياه هو بالداتابيس نعم تبعه، بيفوت وبيلقطه للشخص يا ام بيعمل له بيوصل للهدف تبعه. شو إيجابيات وسلبيات؟ نحن حسب شو بنستعمله. كمان بدي اقول لك بكل شيء حاليا اهم شيء الداتابيس، انه اهم شيء بالذكاء الاصطناعي، انه بدنا نوصل بصير حتى بالطب سيدي صار كثير مهم الذكاء الاصطناعي. ليه؟ لانه صار هو يقدر اذا بتعطيه الداتابيس تبع المرض اللي عندك اياه انت، ها هو إيجابيات. ايه هيدي هلا انا بدي اقول لك لوين واصلين. حتى نعم واصلين انه السليولاري اللي عم نستعمله، هي ايديا عندك سليولاري اللي عم نستعمله بكره بصير حكيم، لانه اذا بصير في ابلكيشنات لعده اشياء احنا ما نروحنا عند الطبيب. يعني هذا المستقبل تبع الذكاء الاصطناعي، بصير يكشف عبر هالابلكيشن شو في عندنا، ويكون في داتابيز هي بتقول لنا لعند مين بدنا نروح لعند مين. يعني صار كثير كثير المستقبل عم بيمشي كتير كتير سريع سريع بس في هلا. سلبيات كمان ايه لإله. طبعا سلبيات، شو انه هو العقل السلبيات؟ البشري ما عم بيخلي، يعني اذا واحد ما بيشتغل بالذكاء الاصطناعي بصير بس هو بده يستعمله، وهالشي مش عم بيشغل عقله منيح. يا ام هون بده يجرب يستعمل الشخص اللي متعلم، بده يجرب يستعمل انه يساعده الذكاء الاصطناعي تيقدم له شغله يرجع هو يظبط فيه. يعني رح اعطيك المثل، بس يعني بتلاقيه هلأ خلص صار ينتقل على لا الذكاء الاصطناعي. بعده ما في 100%، بده بعد يشتغل. يعني اذا واحد عم يعمل بروجرام جافا وفوت هالبروجرام قال له حل لي اياه على الذكاء، ما بيحل له اياه مزبوط، بيعطيه بيقدمه information. بده يرجع هو يظبط فيه. حتى اذا يعني عم بيساعدك انه توصلي على ستيب معينه، عم بيخفف عنك الشغل وترجع انت تظبطي. نعم دونك بعد ما وصلنا يعني مثل شات جي بي تي اللي تبعت شركه اوبن أي. اي، هي في شات جي بي تي وفي جيميناي تبع الجوجل كمان في بس ذكاء كمان اصطناعي. مهمة. ايه بس عم بقول انه ما بيعمل لي كل الشغل، بيوصلك لمرحله معينه نعم بعدين انت بدك تعملي ترجع تكمل الشغل. يعني بعدنا على 70% 70، بس اجمالا كشيء بكره بيتطور اكثر وبصير 100% يتكل عليه. نعم حتى ما لازم يستعملوه الاشخاص، يعني لازم يحطوا اذا صار متطور انه ما يستعملوه الاولاد طبعا، لان بحل لهم كل كثير اشياء لازم ممنوع. يعني بيعطوهم الاهل السوليسيون تبعو لل كل شيء بيعطي اوبن اي الشات جي بي تي من جيميناي تبع جوجل، بيعطي كل شيء، يعني شو ما تكتبي له بيعطيك من دون ما، هيدا عنده داتابيز كثير كبيره، وشو ما تحطي له انت عندك، بس الواحد يتطور بالعلم كثير مش عم بيقدر يحلها، نعم بده يرجع يتكل على بده يرجع الى البشر. نعم يعني قبل ما نختم حلقتنا شو بتحب تضيف؟ بدي اقول انه تشات جي بي تي بدنا نتطور اكثر، نعم والعقل البشري بكره في كتير وظائف بدهم يبطلوا موجودين. مثل بكره الدبلجه، يعني اذا واحد بده يدبلج فيلم صار بيقدر يعملها على الذكاء الاصطناعي. وفي كتير حتى الاطباء يعني كمان بيخف عليهم الشغل، لانه صار الكمبيوتر البورتابل صار يساعد اكثر انه يوصلوا الى الاشياء بسرعه اكثر. نعم وبعتقد انه نحن حلو التطور، بس بدنا البلد يصير منيح كمان، ان شاء الله هذا تنقدر نحن كمان ننبسط بهال، يعني بدنا ننبسط شوي بهالبلد، لنا 50 سنه بهالحروبات و50 سنه مش بنطلب من الرب انه يساعدنا بهالموضوع كمان. امين. ميرسي من تمك لباب السماء ميرسي، بيقولوا. طولنا عمرك. ميرسي. نحن بنشكرك استاذ شربي لحضورك ولو معنا. ميرسي لألي كمان، ميرسي. وبنطلب من كمان نحن
حاليا انه مريم العذراء تقدر تشفع بهالبلد وتساعده انه يخلص من هالالام اللي نحن فيه. آمين يا رب. بنشكركم مشاهدينا لمتابعتكم حلقتنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. بنشوفكم جمعة الجاي إذا الله رد. الله معكم.